بسم الله الرحيم. النادي الاهلي بيوصل للنقطة 52 بعد تحقيقه الانتصار 17 في الدوري في اول مباراة رسمية له بعد عودة الدوري بعد جائحة كورونا. طبعا بيفوز على انبي 2-0. مش عايزين تاني بكرر زي ما قلت في تحليل ماتش نادي الزمالك والنادي المصري، ما فيش اي نوع من القسوة على اللعيبة في التحليل، وهنحلل المباراة لحد ما بعض النقاط، مش هنحللها بشكل كامل او قاسي زي ما مثلا بنعمل بنقف على كل النقط في اي مباراة، لا احنا هنحاول بس نلقي الضوء على بعض النقاط الفنية في المباراة. طبيعي جدا شفنا امبارح الدنيا كانت صعبة قوي من الناحية البدنية خصوصا عند نادي انبي، ولكن النادي الاهلي كان متفوق بدنيا بصراحة بشكل مميز جدا عن كل فرق الدوري. بصراحة النادي الاهلي يعني قدم مباراة بدنية جيدة ومقبولة جدا جدا بالنسبة للفترة اللي احنا قلنا قعدنا ما يقرب من حوالي 5 شهور بدون كورة. طبعا اللعيبة كانت بتعمل تدريبات، لكن النادي الاهلي لحد ما عنده بعض الامور البدنية افضل من الانديه كلها اللي لعبت لغايه دلوقتي في الدوري. طيب شفنا مواجهه واضحه من ريني فاير وحلمي طولان من بدايه المباراه، ده الشكل اللي انا شفت عليه المباراه طوال ال 90 دقيقه. الكابتن حلمي طولان عارف لعيبته، عنده غيابات كتيره جدا، عنده اصابات كتير وعنده ايقافات، وبيلعب بشويه لعيبه صغيره خصوصا في الجانب الهجومي، ركز تماما على الشق الدفاعي و حط 5 مدافعين في معظم اوقات المباراة قدام هجوم النادي الاهلي. كان كمان في بعض الاوقات الشكل بتاع نادي انبي كان بيوصل ل 6-3-1، طبعا هي مرصوصة 5-4-1، لكن في بعض الاحيان كان الامر بيتحول لستارة دفاعية 6-3-1 وكله بيلعب ورا خط نص الملعب. هجوم كاسح للنادي الاهلي اللي كان عنده ثنائي المساكين الطريقه المعتاده لريني فاير، دايما بيلعب بهاي لاين ديفنس او خط دفاع متقدم، وشفنا دايما ايمن اشرف ومحمود متولي واقفين بالقرب من منطقه نص الملعب. ده الى حد ما الشكل في معظم اوقات المباراه، هجوم 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 هجوم، وطبعا الهجمات المرتده لنادي انبي ما كانتش بتمثل اي خطوره على مرمى محمد الشناوي. بصراحه كانت يعني هجمات يعني خجوله جدا، اللهم الا مثلا هجمه في الشوط الثاني كان فيها هاد وكوره برده بتاعت احمد علي اللي هو خدها بشكل فردي، بس ده هجوم نادي انبي. لكن طول المباراه النادي الاهلي هو المستحوذ. طيب النادي الاهلي طبعا اكيد كان في بعض المشاكل واللعيبه واضح جدا، ريني فايلر على عكس المعتاد، احنا معتادين طبعا من ريني فايلر انه بيلعب باسنج كتير، حتى كنا بنوصل قبل جائحة كورونا لما يزيد عن 500 و600 باس وساعات 700 باس في المباراة الواحدة. في المباراة دي ربما الرقم أقل شوية، بنتكلم على 485 تمريرة، ده طبعا رقم أقل بكتير من اللي كنا بنشوف عليه النادي الأهلي قبل كورونا. لكن إيه اللي زاد بقى؟ اللي زاد الكرات الطولية اللي احنا مش معتادين عليها كتير من ريني فايلر. النادي الاهلي عمل 49 كره طوليه. طب ليه بقى؟ بسيطه جدا، كل ما بتلعب كرات طوليه كتير انت بتحاول تقلل المجهود البدني على لعبتك. ليه؟ ان انت بتحاول توصل باقل عدد من الكرات. فشوفنا كتير قوي النادي الاهلي بيعمل الكرات العكسيه وقت ما نادي انبي بيحاول يكشف الاوفسايد تراب او مصيده التسلل قدام لعيبه الاهلي. على طول كان الفول باك بتاع النادي الاهلي، سواء بنتكلم على محمد هاني من الناحيه اليمنى او علي معلول من الناحيه اليسرى، على طول بيحاول هو اللي ياخد المساحه دي ورا الديفنس عشان يكسر هو مصياده التسلل. طبعا اكيد كان في بعض الامور البدنيه برضو عند الاهلي، انا قلت ان هو جيد ومقبول لكن مش امتياز. شفنا في مشكله جدا 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 عند الخط الهجومي في مساله الارتداد من عملية الهجوم للدفاع، شفنا تأخر كتير قوي، لكن الوحيد اللي كان بيعملها بشكل مميز أليو ديانج كان فظيع في مسألة الارتداد الدفاعي. وخليني أقول لكم رقم مهم قوي 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 لأليو ديانج النهار امبارح، ان أليو ديانج قطع الكرة 15 مرة من نادي انبي، استرجع الكرة للنادي الأهلي 15 مرة متنوعة، طبعا ما بين الفوز في الثنائيات الهوائية وعمليات التاكلينجز والتدخلات الثنائية، كل الكلام ده أليو ديانج عمله بشكل
مميز قوي 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 قوي. وبالتالي لما قال ديانج خرج في الدقيقه 52 عشان كان ريني فايلر عايز يعني من وجهه نظره ينشط شويه الشق الهجومي لفرقته. شفنا في مشكله عند النادي الاهلي في مساله استرجاع الكره لان عمرو السوليه في وجهه نظري لسه بدنيا قدامه شويه عشان يرجع لمستواه قبل كورونا. عمرو السوليه استخلص او استرجع الكوره للنادي الاهلي في من لعيبه نادي انبي 5 مرات فقط، وطبعا ده يورينا اهميه دور اليو ديانج في نص الملعب. طيب النادي الاهلي بقى لما حاول، لما الشوط الاول نادي انبي بالشكل اللي احنا شايفينه ده قدر ان هو يقفل على النادي الاهلي التدخلات، شفنا ان قفشه كان كتير قوي بيحاول يهرب على الاطراف وجيرالدو بيخش لحد ما الى قلب الملعب بنهايه الشوط الاول. بدايه الشوط الثاني جيرالدو التزم بالمركز الاساسي بتاعه اللي عارف جيرالدو من ايام انجولا ومنتخب انجولا كان دايما بيلعب على الوينج اليمين. فلحد ما انا في وجهه نظري النادي الاهلي قدر ان هو يكسر الشكل بتاع نادي انبي بالكرات الطوليه اللي احنا مش معتادين عليها، وشوفنا منها طبعا الهدف اللي جابه محمد هاني لما اخترق لخط دفاع نادي انبي وقدر يستغل طبعا الخروج الخاطئ لمحمد جاد حارس المرمى، الخطأ الوحيد لجاد في المباراه. لكن بصراحه قدم مباراه ممتازه جدا وقدر ان هو يعني يشيل كذا انفراد من لعيبه النادي الاهلي وخصوصا مجدي قفشه. ببساطه نادي انبي طبعا شفنا كان في انهيار بدني في الشوط الثاني، مش عايزين برضو نقصه على اللعيبه، حتى الخمس تغييرات ما اسعفتش الكابتن حلمي طولان. على الناحيه الثانيه النادي الاهلي لحد ما فنش المباراه بشكل بدني حلو قوي، وكان بتعجبني لعبه برضو لازم اشير ليها في النادي الاهلي تبين لنا القوه البدنيه للاعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لما كانت بيعملوا الهجمه وبينقلوا طبعا الكرات وبياخدوا مراكز في نص ملعب النادي الاهلي، لو الكوره اتقطعت طبعا لعيبه نادي انبي في نص الملعب كانت الاكثريه للاعيبه النادي الاهلي. لعيبه نادي انبي كلهم متراجعين، كان دايما النادي الاهلي بيسترجع الكوره في التلت ده، فبالتالي بيجدد الهجمه بسرعه في نص ملعب نادي انبي بدل ما الكوره ترجع لنص ملعبي وابدا اعمل البيلدينج اب والبناء من اول جديد. لا، النادي الاهلي كان بيسترجع الكوره في التلت الاخير من الملعب وبالتالي بيجدد زمن الهجمه زي بالظبط كده كره السله او كره اليد، بتبدا ان هو يعمل الهجمه من اول وجديد وتعيدها ويبدا يعد من اول وجديد تمريرات على لعيبه نادي انبي في نص ملعبه. فدي كانت واحده من الامور اللي تعرفنا ان النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي هم الافضل بدنيا ما بين فرق الدوري كلها لغايه دلوقتي اللي احنا شفناهم، واكيد بمرور الاسابيع القادمه المستوى بتاع اللعيبه كلها ان شاء الله هيتطور اكتر واكتر. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز 2-0 الوصول للنقطه 52، ربما يكون طبعا في وجهه نظري التنافس على الدوري لحد ما شبه منتهي السنه، لكن شيء مميز جدا طبعا للاعيبه الاهلي ان هم يقدموا المستوى ده قبل الاختبار الاهم امام الوداد المغربي في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا ان شاء الله نهايه شهر سبتمبر. ده كان تحليل سريع لمباراه الاهلي وانبي معاكم النهارده في ترندير الكوره، ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي وماتشات جديده من الدوري المصري. شكرا جزيلا، كريم سعيد.